ألف مليون مبروك لملكات السلة بكرة السلة للنادي الأهلي بقيادة الغزال الكوتش طارق خيري البطل هذا الموسم لمنطقة القاهرة. كأس مصر دوري المرتبط دوري السوبر وكأس السوبر، خمس ألقاب من خمس بطولات يحصلن عليها ملكات كرة السلة بالنادي الأهلي. فرحة البنات وفرحة الملكات بالتتويج، لكن في نفس الوقت لابد أن أشكر وأشيد بدور نادي الجزيرة والكوتش عمرو عاصم اللي تفوق السنة دي على نفسه بفريقه يعتبر من معدلات الأعمار المتوسطة، واستطاع تحقيق مفاجأتين السنة دي بأنه يصل إلى النهائي كأس مصر أمام الأهلي عن طريق فريق نادي سبورتن الكبير، وأيضا يصل إلى نهائي دوري السوبر أيضا عن طريق الكبير نادي سبورتن. مليون مبروك لملكات النادي الأهلي بقيادة الغزال الكوتش طارق خيري، والآن مع لحظات الفرحة والسعادة المتواجدة بالحصول على اللقب هذا الموسم. آخر حصول للنادي الأهلي على لقب ملكات كرة السلة كان موسم 2019-2020، والكوتش طارق خيري هو الكوتش، يعني إن لم تخن الذاكرة هو الكوتش الوحيد في النادي الأهلي اللي حصل على بطولة الدوري وكأس سيدات، وحصل أيضا على بطولة الدوري وكأس سيدات رجال، حصل عليها حينما كان مديرا فنيا في النادي الأهلي للدرجة الأولى رجال، وحصل عليها هذا الموسم مع سيدات النادي الأهلي. فرحة اللاعبات ندى نافع، شيكيلي بترقص بالمصري، خلاص شيكيلي بقت مصرية. شيكيلي، سوريا، فريدة وائل، رضوى محمد، يا رأسامة، دينا عمرو، ميرال أشرف، نوع شتا، رنيم جداوي، نرمين أيمن، جايدة خالد، كوتش طارق خيري، كوتش كريم إسماعيل، كوتش علياء محمود، مدير إداري الكابتن ماجد فوزي، كابتن مشيرة عبد العليم، وثواني ونستمتع بلحظات الفوز والفرحة للاعبات.